تسبب داء البوحمرون في وفاة راضعين من عائلة واحدة الأسبوع الفارط بولاية المسيلة، ليصل عدد الوفيات 18 وفاة منذ بداية الوباء. الحالة الوبائية اللي عرفناها في 2018 وصل العدد إلى 27700 حالة من البوحمرون، وكان عندنا يعني في 2018 16 حالة وفاة، والأسبوع الماضي عندنا وفيتين يعني من عائلة واحدة، وصلنا يعني العدد تاع الوفيات إلى 18 واحد اللي عنده الحصبة ينجم يعدي 20 واحد في البيئة نتاعه. المريض اللي عنده بوحمرون عنده المناعة ناقصة، ما ينجمش يقاوم هذيك المرض هذاك، والحالة نتاعو تروح من أخطر إلى أخطر ويتوفى الأغلبية الساحقة يتوفاو. نسبة تلقيح الأطفال ضد الحصبة لم تصل 90%، وضعية قد تسبب في ظهور حالات جديدة حسب خبراء الصحة. تقريبا فيه أكثر من 50% من الأطفال ما كانوش ملقحين. يعني هذا لو ميساج حبيت نوصلو انايا الاولياء، لقحوا الاطفال نتاعكم. كل لقاح في الجزائر هو معتمد من المنظمه العالميه للصحه، ويخضع ل يعني معايير دوليه، وايضا يكون يعني الفرز نتاعو على مستوى معهد باستور، ثم نستعملوه في على مستوى الوحدات الصحيه. التلقيح يقول لك عنده اعراض، الاعراض نتاعو كي ديري مليون تلقيح كان عرض واحد تاع الأنافيلاكسي واحد. ويبقى تطعيم الأطفال الوسيلة الأنجع لحماية أجيال كاملة من مضاعفة داء البوحمرون.